اهداف في كاس العالم للانديه ورجل البرونزيات. راموس ورجل البرونزيات. انت شفنا الجول جاء ياسر ابراهيم، هناخد برونزيه خلاص يا جماعه. وهذا الرجل هو عقده الانديه الاسيويه. انت قدام الهلال السعودي بطل اسيا، هو يسجل الهدف الافتتاحي، هو قدام اوراوا يسجل الهدف الافتتاحي، وهدفين ببرونزيتين. لا، هذا اللاعب ياسر ابراهيم يا جماعه، انا بحب اللاعب ده اللي في حاجه، لا انستجرام، انا والله ما اعرف ياسر ابراهيم عنده صفحه على السوشيال ولا لا خالص، والله ما اعرف. هو لاعب بتاع ملعب، بدا الموسم ما كانش بيلعب بشكل اساسي، لا قلب وشه ولا بدا يرمي كوتس على انستجرام، ولا بدا تحسه ان هو متنشن على الدكه. وكان احنا بنستعرض هنا ناس تقول لك ان هذا الراجل خارج حسابات المدير الفني، اعلام كان بيقول على ياسر ابراهيم خارج حسابات المدير الفني، وان هو قعد وقال له انت مش جاي معايا، وانت انا شايف ان انت ترتيبك بعيد جدا. طب الراجل ده بيعمل ايه دلوقتي؟ بيرد في الملعب. وانا يا اسامه بحب اللعيبه اللي بترد في الملعب، لان ده كتالوج النادي الاهلي، وبقلق قوي من اللعيبه اللي بترد بره الملعب، وهفضل مصمم على ده وفي قلب قناه النادي الاهلي باكد يا جماعه. شوفوا نموذج ياسر ابراهيم ده حقيقي.